لحضرتك مشكلتك ايه؟ اتفضل. مشكلتي هو برضه تنفيذ حكم الغرامه. احنا عايزين 1200 عامل حاليا دلوقتي مش هنضبطها. 1200 عامل. خرجوا من الشركه ادوا كل عامل منهم 7000 ونص. تفاعويل. دلوقتي خرج على المعاش مفاجئ، ياخد كام؟ ياخد 120 مننا اقل مننا سن او مجهود الشركه بتاعته اقل. بقى دلوقتي 30 و40 و50 في 60 جنيه دي اقصى حاجه بالنسبه للعدد السن الصغير اللي هو جه بعدين. يعني انا واحد اخد 381 جنيه ونص بان انا ليه معايا حكم قضائي من 21/9/2011 لان عوده الشركه وعوده المكن وعوده العمال على ما كانت عليه الشركه زي ما كان. لسه لما ينفذ حكم القضائي معايا حكم باس ده رجع كتير. دلوقتي البلد ده ما بقتش خلاص ما بقتش في كل قضاء المصري. الحكومه كل المستثمر اللي هو عايز ان هو يدخل فلوس يجيب ايه؟ او يطور ايه؟ ما فيش لا في تطوير. بالعكس المستثمر اللي جه بوظ صناعات كتير في الغزل والنسيج بوظ. صناعات تقيله بوظ حتى حدود الصلب. بدات مشاكل في حدود الصلب، بدات مشاكل في الاسكوت. يعني حتى نص السيارات باعوها. كل الصناعات الثقيله اللي هي اللي تساعد على ارتفاع اقتصاد البلد اتدمرت. مفيش صناعات خالص في مصر. خصخصت الشركات وبعض السماسره العملاء للاسف. وللاسف انا ما بقولش عليهم مصريين، دول عملاء. يا خالد اللي ساعد في انه يهدم صناعه من صناعه بلده ده عميل خايف. انسان عميل خايف عشان ياخد فلوس من تحت الترابيزه عشان يبوظ صناعه بلده ويقطع الشغل اللي هو المفروض انه يتباع. يعني عندي شغل بملايين يتقطع عشان اقول لك ويدي المقاولين تخسروا ويسيب الشركه واقفه. يعني شغل خالص ورئيس الشركه واخد فرصه انه يعمل اللي هو عايزه في الشركه. يعني انا عندي محدش يحاسب. لو في عدل واحكام القضاء اتنفذت، ولو اتنفذت احكام القضاء في ناس هتخش السجن كتير. علشان كده مش عايزين يرجعوا الشركات. في ناس كبار في البلد هتتحاسب وهتخش السجن لو في عدل في مصر. لكن مفيش عدل في مصر. احكام القضاء بتطلع. نفذ بقى الراجل اللي نفذ فيك يا مصر حكم القضاء. طالما مفيش عدل البلد هتسقط. مفيش عدل في مصر وتنفيذ احكام العدل في مصر اللي هتتنفذ البلد هتسقط. لو اتنفذت احكام القضاء صح وجات الجهاز المركزي وفتحت الملفات الفساد الموجوده عند النائب العام، ناس كتير قوي 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 هيخشوا السجن. صح.